نجوم اللي تبارك الله كاينين في الساحه الفنيه هما نجوم كبار تبارك الله وعطاو بزاف في الموسيقى الحسانيه، مي دائما تجديد مزيان، كاينين ما يمكنش هاد النجوم تبارك الله داروا الطريق ديالهم وداروا المسائل ديالهم، وان شاء الله بيان سور نحصل لنا الشرف ان نتعاملوا مع نجوم كبار تاهما، مي كاينين نجوم كبار تاهما ماشي الكبر ماشي بالشهره، الكبر بالعمل ديالك بالخدمه ديالك، انا اللي مثلا تسمعوا الصوت ديال خديجه السويح راه التبوريشه تتجيك، فهمتي؟ يعني فنانه كبيره يعني وقديره، وكاينين فنانين كبار اللي زعما تبارك الله مازال ما وصلناش لهم. حنا هادو الفنانين اللي كاينين مشهورين تبارك الله عليهم وصلوا الاغنيه الحسانيه العالميه، فهمتي؟ وتبارك الله عليهم هما بيتيتر هما اللي عطاونا هاد الرغبه باننا نقلبوا على فنانين اخرى ونجبدوا فنانين كبار، وهاد الفنانين الكبار اللي كاينين حيونا على هاد العمل هذا، وفاش شرينا داروا لنا لايك وباركوا لينا، تشكروا من المنبر كاملين، ولكن حنا دائما تنقلبوا في الجديد. انا بالنسبه لي كمنتج نقلب على وجوه جديده اللي نخرجها للجمهور ونبينها للجمهور، او اصوات جديده اللي نبينها للجمهور.